وعلى حسب الدور اللي بيطلع بقى اسمها كميه البيلروبين قد ايه.
يقول لك والله عشان الكون جوجيتد ووتر سولبل اول ما احط دايزو يطلع فايلت كلر دايركتلي. طالما طلع فايلت كلر دايركتلي سميته ايه؟ دايرك بلو. الانكو جوجيتد ان سولبل فلو حطيت دايزو مش هيطلع فايلت كلر. الاول ما احط ايه؟ ميثانول. الميثانول يخليه سولبل. فلو حطيت بقى ايدين بعد اضافه الميثانول يطلع فايلت كلر بس ده بعد اضافه الميثانول يعني الدايركت فاسمه ايه؟ اندايركت بلو. فلو عايز اقيس الدايركت والاندايركت اروح جاي تو تيوبس واحده اسميها دايركت والثانيه اسميها اندايركت. على الدايركت احط السيرم وراه الدايزو على طول وعلى الاندايركت سيرم وراه ميثانول وراه دايزو. في المكتوب عليها دايركت مين هيدي لون؟ فقط الكونجوجيتد. طب المكتوب عليها اندايركت قال لك اللون بتاع الكونجوجيتد وكمان بتاع الكونجوجيتد لان السيرم فيه اثنين والكونجوجيت بالاساس هو ده سولبل وبعد اضافه الميثانول الانكونجوجيت اصبح سولبل وبالتالي الكرار بتاع الاثنين الكونجوجيت والانكونجوجيت. فبقول ان الكونجوجيت بيدي الدايركت از ويل از الاندايركت ريكشن ولكن الانكونجوجيت جيفز اونلي الاندايركت ريكشن. ولو عايز احسب الانكونجوجيت اجيب الاندايركت ناقص الدايركت. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. هبدا بقى حصتي النهارده بعنوان اسمه بلازما بالروبن وبعد كده في واحد من اهم مواضيع المنهج جونز. البلازما بالروبن حسب كلامك نوعين. نوع اسمه كونجوجيتد او بسميه دايركت بالروبن ونوع بسميه اندايركت او ان كونجوجيتد بالروبن وساعات بجمع الاثنين بسميهم التوتال بالروبن. يبقى في دايركت وفي اندايركت مجموع الاثنين اسمه ايه؟ التوتال. يقول لك الدايركت بالروبن الليفل بتاعه من 0 ل 0.3 مللي جرام بير ديسيجن. من 0 ل 0.3 مللي جرام بير ديسيجن. واكيد انت مستغرب قوي. مستغرب صح؟ في اي نورمال رينج خدناه يبدا من 0؟ ده اول نورمال رينج ناخده يبدا من 0. 0؟ اه. اصل الطبيعي ان الكونجوجيت ده ما بيبقاش في الدم. هو السكه بتاع الكونجوجيت ايه؟ قال لك والله لو ده الليفر اهو ينزل في الجول بلدر ومنها على الانتستين ومنها فين؟ على الاسلوب. فالسكه بتاع الكونجوجيت ما فيهاش دم. عليكم السلام. فالطبيعي ان الكونجوجيت ان الدايركت ما يبقاش في الدم والطبيعي الليفل بتاعه في الدم زيرو. ده طبيعي. عشان كده هو من 0 ل 3.10 مللي جرام بير ديسيجن اللي سكته مش الدم ده سكته ايه؟ السول. اما الان كونجوجيتد الليفل بتاعه قال لك من 2.10 ل 9.10 مللي جرام بير ديسيجن. وعشان كده يا جماعه احنا سمينا الان كونجوجيتد هيمو بيلروبين. ليه سميناه هيمو بيلروبين؟ عشان ده البيلروبين اللي في الدم. هو المين بيلروبين ان ذا بلاد كان اسمه ان كونجوجيتد او ان دايركت او هيمو بيلروبين. المين بيلروبين ان ذا بلاد. التوتال بقى عبد الرحمن اجمع اجمع دي مع دي يبقى 2.10 اجمع دي مع دي يبقى 1.2 يبقى التوتال من 2.10 ل 1.2 لان التوتال هو مجموع الاثنين. يبقى ازاي؟ يبقى الدايركت او الكونجوجيتد الليفل بتاعه من 0 ل 0.2. لو قال لي ليه زيرو؟ سكته مش الدم، سكته سول. وبالتالي الطبيعي يبقى زيرو في الدم. والانكونجوجيتد 2.10 ل 9.10 وده المين بالروبن اوف ذا دارك كان اسمه هيمو بالروبن. اجمع الاثنين يديهم توتال من 2.10 ل 1.2. ندخل بقى في واحد من اهم مواضيع في المنهج على الاطلاق. اكتب عليها ريتن، اكتب عليها كيسز، اكتب عليها اورال، اكتب عليها ام سي كيو، اكتب عليها كل حاجه. جوندس لو بصيت على امتحان السنه اللي فاتت هتلاقي فيه مرضين كان عليهم مثلا ولا 25 درجه في الفرق بدون مبالغه. جوندس وجاوا. الجوندس حس النهارده، الجاوا حس بكره. الاثنين دول سيادتك جه عليهم في الفاير 25 درجه. يعني حصتين ب 25 حصتين بليله الامتحان. حاجه مهمه جدا جدا. يلا مع بعض جوندس. جولد صح او باللاتين بسميها اكتراس. لاحظ كده جولدس
او بسميها اكتراس. نعم مش بلاد لا جورد زي جورد زي لكن اللاتن اكتراس. عشان كده حتى لو عدى البيجلوبين راح البريك اسمها كيرن اكتراس. ما كيرن يعني بريك باللاتن واكتراس يعني جورد. يبقى الجوردس او اكتراس او ساعة بسميها اسمها بسميها شيف هايبر بيلي روبينيميا. اسمها يا جماعه هايبر بيلي روبينيميا. هل الجوردس هو هو الهايبر بيلي روبينيميا؟ قال لك الهايبر بيلي روبينيميا لو عايز اعرفها هقول زياده في البيلروبين اوف ذا بلاد مور ذان الهايبر. هو ايه الهايبرومال بتاع التوتال بيلروبين؟ 1. فلو زاد بيلروبين الدم عن 1.2 كده في بيلروبين عالي في الدم كده في هايبر بيلي روبينيميا. يبقى الهايبر بيلي روبينيميا دي كيميكال وورد كلمه كيميائيه تتقال في اللابس تتقال في المعامل ومعناها increase plasma bilirubin more than high normal اللي هو 1.2 مليغرام بير ديسيج. هما الكلمة جوندس دي كلمة قال لك كلمة جوندس دي كلمة اكلينيكية تتقال في العلاج ومعناها yellowish discoloration of the skin وكمان mucous membrane وكمان السكليرا اوف ذا اي. yellowish discoloration للسكين والميوكس ميمبرين والسكليرا اوف ذا اي. ودي بتحصل يا شريف لو زاد البيلروبين عن 2 مللي جرام بير ديسيتر. لو زاد عن 2 مللي جرام بير ديسيتر دي بسميها ايه؟ جوندس. هل كده يا شريف هل اي هايبر بيلروبين يعتبر جوندس؟ لا. طب هل اي جوندس مع هايبر بيلروبين؟ مش اي هايبر بيلروبين يعتبر جوندس. ممكن البيلروبين يبقى 1.6 فكده هايبر بيلي روبينيميا بس ما عملش لسه ايه؟ جوندس. لكن لو حصل جوندس يبقى بيلروبين اعلى من 2 يبقى اكيد مع هايبر بيلي روبينيميا. يبقى اي جوندس مع هايبر بيلي روبينيميا لكن مش اي هايبر بيلي روبينيميا يعمل ايه؟ يعمل جوندس. ده السؤال اللي بيطرح نفسه الدكتور ودي مقدمه مش عامله في الكتاب بس اكتبها كده هتفرق كتير قوي. هو ايه اللي يخلي الشخص لونه يصفر؟ ايه اللي يخلي البيلروبين يزيد؟ قال لك والله لو اي خطوه في الكتابوليز ما حصل فيها مشكله. ما انا في الكتابوليز ده سيادتك بجيب البيلروبين واشوف فيه 2 جلوكونين واروح انزله في الفايل ومن الفايل على الانتستن ومن الانتستن على الاستول يبقى خلاص ما نزلش في الدم. فلو حصل مشكله في اي خطوه من خطوات الكتابوليز البيلروبين ده ايه؟ يزيد ويعلى في الدم ويعمل جوندس. طب ايه المشاكل اللي بتحصل؟ قال لك اول حاجه اوفر production of bilirubin. بس لو سكت عند الحد ده يبقى غلط. لازم نكمل. beyond the capacity of the liver for ill conjugation. over production of bilirubin beyond the capacity of the liver for conjugation. هل حضرتك ان انا الطبيعي بتاعي ان الاورجن بتاعك شغاله اول تايم بالفول كاباسيتي؟ لا طبعا. دايما ربنا يا جماعه عمل لي ريزيرف عمل لي احتياطي. فانت عارف انت عايش كلنا عايشين مش انت الواحد ب 10% من الكاباسيتي ده ممكن في اي لحظه الليفر يعلي ويعمل 9 اضعاف وظيفته. عادي انا عايز ايه؟ 10%. عشان كده لا قدر الله لو حد جاله يعني فيروس او بتاع لا انت بتعيش 20 سنه 15 سنه جزء بايظ وجزء تاني شغال. وعشان كده لو حد بيعمل ليفر ترانسبلانتيشن بيجي عند الشخص الدونر ياخد منه لوب كامل لوب كامل ويدي للشخص ايه الديزيز والتاني يعيش وبدل كل مشكله ممكن احسن ريجنريشن لوب ده. فاحنا يا جماعه يعني مش الليفر بيعمل كل وظائفه مره واحده لا ده في ريزرفوار هو شغال ب 10% وممكن يزود الكباسيتي بتاعته خالص. لو حصل برودكشن للبيلروبين اعلى من الطبيعي لكن ده في قدره الليفر على الكونجوجيشن ولا يحصل اي جوندس. امتى يحصل جوندس؟ لو حصل برودكشن للبيلروبين بيوند ذا كباسيتي اوف ذا ليفر فور كونجوجيشن. بمعنى لو مثلا الليفر ده مثلا نظام الراند كده عشوائي يقدر يعمل كونجوجيشن ل 1000 مولكيول اوف بيلروبين كل يوم. بس انا كل يوم بطلع بس 100
فانا اقول له طبعا ايه مين وخد الدليفري يعمل ايه اجل فما فيش عندي اي مشاكل ولا شغل. طب حصل هيموليسيس للار بي سي وزاد الدليفري بقى 500 هل هشتكي ولا اي حاجه؟ ما الليفر هيزود الكباسيتي. طب حصل بقى 1000 ولا اي حاجه؟ طب بقى 1500 الليفر يعمل كونجوجيشن ل 1000 ده خدرته ده الكباسيتي بتاعته. طب ال 500 زايدين دول زياده في الدم ويا في الجونز. طب ازاي الكلام ده مهم جدا هيفيدني كتير قوي في الجونز بعد كده. يبقى لازم يكون في اوفر برودكشن للبروتين بس ايه؟ بيوند ذا كباسيتي اوف ذا ليفر فور كونجوجيشن. ده رقم واحد. الحاجه الثانيه قال لك والله كان في الليفر بيعمل حاجه اسمها اب تيك اوف البلو وده كان بحاجه اسمها فاسيليتيد ترانسبورت كان عايز اكمل ده بالكارير بوز بوز الاب تيك ومش عارف الليفر ياخد ايه البلو فيفضل زايد ايه في الدم وبالتالي يحصل جوز. طب الليفر بيعمل اب تيك كويس قوي قوي لكن في مشكله في الكونجوجيشن ديفكت فين؟ في الكونجوجيشن يعني الانزيم مثلا اللي اسمه بلوك يورينال ترانسبريز مش شغال حصل فيه ميوتيشن يبقى الليفر بيعمل ابتيك لكن البيلروبين اللي بيعملوا ابتيك مش عارف يعمل له ايه كونتريشن. ده ما بيقولهاش الطبيعي والابتيك طبيعي والكونجوجيشن طبيعي بس انا مش عارف اعمل سكريشن. بنكتب ايه؟ مش سكريشن ده كان اسمه اكتف سكريشن عايز كارير بورد وعايز انرجي. طب مفيش كارير مش عارف اعمل ايه سيكريشن يبقى الجزء اللي مش عارف اعمله سيكريشن ده بيزيد في الدم وياكل شوك. طب البرودكشن طبيعي والابتيك طبيعي والكونجكشن طبيعي والسيكريشن طبيعي بس هنا يا جماعه في البايندر في حصوه في ستون قفل البايندر او في كانسر في البنكرياس راح قافل البايندر فقال لك حصل ايه؟ حصل ريجورجيتيشن يعني كلمه ريجورجيتيشن ارتجاع اوف البيلروبين ديو تو اوبستراكشن اوف البايلدر في اوبستراكشن للبايلدر فالبيلروبين اللي هو اوريدي كونجيجيت زي الفل اهو مش عارف ينزل الانتستين فرجع على الليفر وبالليفر رجع ايه؟ على الدم فيعمل برضه جولدس. اي حاجه من الخمس اسباب دول بتعمل جولدس. انا عايز واحد يفكر واحد يكون فاهم الكلام ده كويس يقول لي لو حصل اوفر برودكشن بالروبن بيعمل ذا كاباسيتي اوف ذا ليفر فور كونجوجيشن اللي يزيد في الدم كونجوجيتد ولا ان كونجوجيتد بالروبن؟ ان كونجوجيتد. طب لو في ديفكت في الابتيك مين يزيد؟ ان كونجوجيتد. طب لو في ديفكت في الكونجوجيشن مين يزيد؟ ان كونجوجيتد. يعني اول الثلاثه دول يزودوا الان كونجوجيتد بالروبن ويعملوا ان كونجوجيتد هايبر بيليروبينيا. طب لو في ديفكت في السكريشن مين يزيد؟ كونجوجيت. طب لو في اوبستراكشن للبايل دكت مين يزيد؟ كونجوجيت. وبالتالي رقم اربعه وخمسه دول لو حصلوا يزودوا الكونجوجيتد بيليروبينيا. قصدك ايه؟ قصدك تقول ان في نوعين من الهايبر بيليروبينيا في نوع اسمه ان كونجوجيتد هايبر بيليروبينيا والنوع الثاني اسمه ايه؟ كونجوجيتد هايبر بيليروبينيا. اي ديفكت قبل الكونجوجيشن يبقى سيادتك يعمل ان كونجوجيتد هايبر بيليروبينيا واي ديفكت بعد الكونجوجيشن يعمل ايه؟ كونجوجيتد هايبر بيليروبينيا. لو الكونجوجيتد بيليروبين هو اللي زايد ده بسميه كل يورين جولدس بس يا جماعه كل يوريك جوندس لان الكونجوجيت بيدروبين ووتر سولوبل وينزل في اليوريك لكن لو الان كونجوجيت بيدروبين هو اللي زي بسميها ايه؟ كل يوريك جوندس لان الان كونجوجيت بيدروبين ما بينزلش يوريك يبقى اللون اصفر لكن ما فيش بيدروبين في اليوريك. هبدا بقى في وصف اول نوع من الهايبر بيليروبينيا اللي اسمها ان كونجوجيت هايبر بيليروبينيا. يبقى الكلام ده مقدمة تفهمك توضح يعني السكة اللي نمشي فيها عشان تبقى فاهم اللي هي بعد كده. نبدأ يلا أول نوع اللي اسمه unconjugated hyperbilirubin. مين بقى زايد هنا conjugated ولا unconjugated؟ أسمع بقى يقعد يتكلم الله يحرقك. اللي زايد مين؟
اوتبوت يبقى اسمها ان كونجوجيتد هايبر بيلي روبين. عيد نفس الكلام قال لك ازاي هو ان كونجوجيتد بالروبين والان هو انسولوبل. الان هو انسولوبل وبالتالي اكسكريتد ولا روب اكسكريتد يوريك. يبقى الانواع دي الجوبز كلها اسمها ايه؟ كل يوريك جوبز. لان ازاي هو ان كونجوجيتد بالروبين وده ووتر. طب لما انسولوبل يمشي من الدم لوحده ولا ينشال على قلبه؟ لازم ينشال على قلبه. ولو عدى الكاري كباسكي في قلبه اللي كان 20 اللي جرام بير دي سي ليتر يعدي البلاد برين بارير ويعمل ايه؟ كونكت. يبقى النوع ده خطر ولا مش خطر؟ خطر خطر. عشان لو زاد 20 اللي جرام بير دي سي ليتر يعدي البلاد برين بارير ويعمل كونكت. طب ايه اللي يخلي الان كونجوجيتد بالرومن يعمل؟ اول ثلاث اسباب اوفر برودكشن للبيرومن بيان ذا كاباسيتي اوف ذا ليفر فور كونجوجيشن. وده يا جماعه سميناها هيموليتيكس هيموليسيس. او في ديفكت من الابر تيك فمش عارف اعطيك الانكورج بالبيدرو. او في ديفكت في الكونجوجيشن عملت اعطيك ومش عارف ايه اكونجوجيشن. يبقى لو في مشكله من الثلاثه دول هتعمل انكونجوجيشن هايبر بيدرو. لو انت مرتب افكارك الموضوع في منتسب. طب نبدا بقى ايه انواع الانكونجوجيتد هايبر بيلي روبينيا؟ اول نوع اوفر برودكشن اوف بيلروبين بيان ذا كاباسيتي اوف ذا ليفر فور كونجوجيشن اللي سميناه مع بعض اهو هيموليتيك. اسمه يا جماعه هيموليتيك جوبز. ايه اسباب الهيموليتيك جوبز؟ قال لك زياده الهيموليسيس. زياده الهيموليسيس وبالتالي زياده البرودكشن اوف بيلروبين بيان لازم الكلمه دي بيان ذا كاباسيتي اوف ذا ليفر فور كونجوجيشن. طب ايه الكوزز اوف الهيموليسيس؟ ايه اللي يخلي الار بي سي يحصل لها الهيموليسيس بكثره؟ ايه الكوزز اوف الهيموليسيس؟ اسالك سؤال جاوب بسرعه بصراحه لو غلطت الحل هتقول يا اسف ولا هتبتني على الاسف؟ بسرعه لا انا عارف كويس قوي مش هتقول يا اسف واقعد اتحايل عليها ولا اقول يا اسف تقول لا اسف مين؟ فمعروف كلمة آسف مين؟ رتب آسف مين؟ الـ A يقول لك abnormal hemoglobin. طبعا في الكتاب مش متدربين كده طبعا ما بنعرفش آسف مين كده يعني abnormal hemoglobin زي الثلاسيميا زي السيكل ثلاسيميا. مش الثلاسيميا والسيكل ثلاسيميا في جرين ثريد اوف هيموليسيس يبقى abnormal hemoglobin. الـ C congenital spherocytosis. اه فاكر؟ لو حصل ميوتيشن في الممبرين بروتين اسمه سبكترين بيحصل تغير في الشيب بدل باي وكيف يبقى سبيروسايت ويحصل هيموليسيس. اه congenital spherocytosis. الاي اريثروبلاستوزيس فيديس. دي سيادتك انت خدتها لما خدت في سيرجن. فاكر لو كان في ار اتش نيجاتيف مادر وبريجنت فار اتش بوزيتيف بيبي او البيبي يموت ولا يعيش؟ يعيش مفيش مشكله بس يعدي شويه من دمه لدمها وتكون انتي بوديز ضد ار اتش. فلو هي بريجنت لتاني مره البيبي يموت وده اسمه اريثروبلاستوزيس فيديس. ايوه يا باشا لو هو ار اتش بوزيتيف لا ما يموتش بقى ما مفهومش ار اتش خالص بس هو غالبا في المال الاول بقى بوزيتيف الثاني هيبقى بوزيتيف لان الارش ده يعني ريسيسيف. فلو هي واحد بوزيتيف ومنها واحد نيجاتيف لازم يبقى بوزيتيف. يبقى اريثروبلاستوزيس فيديس. الاف فافيزيف نقص اي انزيم ده جي 6 بي دي جدع كان اسمه ريجا الفول وبيحصل له هيموليسيس لما بياخد فافابينز او اسبرين او سلفونامايد او بريماكوين. طب الام مالاريا اه بيبقى عنده هيموليسيس ده لو تعض الناموسه اسمها انوفيلس. الار ان انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن طبعا ده اشهر واحد اه مع بعضها معلش انا اسف ايه ماكش اللي بتعمل لك ايه يعني؟ اعمل لك ايه يعني؟ انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن لو واحد خد نقل دم بس ما
رصيلة مخالفة هيحصل له increased rates of hemolysis. بص بقى يا باشا هنتم معاك اتفاق اي نوع من الهيمولسيس عايزين نعرف البي اتش بتاعته شكله ايه طول السيرتك السيرم في ايه والستول في ايه واليورين في ايه طول السيرم وستول ويورين اي نوع من الجونت طول السيرم وستول ويورين هو اسمه هيمولتي جونتس هو الجونتس يا عمر سببه هيمولسيس بس يعني هيمولتي جونتس يبقى اي نوع من الجونتس تقول لي السيرم شكله والستول شكله واليورين شكله يعني هي السيرم زائد في الكونجوجيتد ولا نون كونجوجيتد يبقى في السيرم هيزيد اهو قسم كده عشان تعرف ار كونجوجيتد بدرو عشان في انكريز برودكشن بيار ذا كاباسيتي اوف ذا ليفر فور طب الستول ودي بقى حد فاهم قوي تعتقد الستيب اوف بايولوجي في الستول كتير ولا ايه؟ يبقى ما فهمتوش كده بص يا باشا لو ده اللي دي الكل دي سيادتك الانتست ودي البلد طبيعي كل يوم عندي كان بيطلع ده مثال راند بيطلع 100 موليكول اوف ايه اوف بلود والكباسيتي اوف ذا ليفر كام 1000 فال100 من الروبين ينزلوا في الانتست يبقوا 100 سيركوبيريشن ينزلوا فين طلع من ال RES ريتيكولو انسوليسيس 1500 بالرومي في اليوم الليفر راح كام؟ 1000 فالليفر بيعمل كونجكشن بدل 100 1000 بالرومي ينزل في الانتستين 1000 بالرومي بيتحولوا ل 1000 سيركو بايولوجي يبقى السيركو بايولوجي اللي في السول ده زاد ولا قل؟ زاد طبعا سيبلي عشان الليفر زود قدرته على الكونجكشن زود كفاءته عشان يكوب مع الكمية اللي طلعت ومع ذلك هو مش كامل. ما وصلتش شكلها. طب نقولها تاني؟ نقولها تاني. بقول سيادتك الليفر كل يوم في اي حد طبيعي مش شغال بالفول باور بتاعه. مش شغال يعني بعشر قوة. لكن هو يقدر يزود القوة في اي وقت. فبقول مثال اهو لو انا بطلع كل يوم عندي 100 الليفر ممكن يزود ده ويوصل ل 1000 كونجويشن. 1000 بروفيول يعمل لهم كونجويشن. بس لما بيطلع عندي 100 فهو بيعمل كونجوشن لمين ل 100 الشخص اللي عنده هيموليتيك جونز عنده سبب ادى الى زياده الهيموليسيس فالبرودكشن اوف بيلوبين زاد من 100 عند حد طبيعي ل 1000 وكام؟ 1500 طب الليفر جاي له كميه كبيره قوي من الروبين يشتغل بعشر قوته ولا يعلي كمان القوه بتاعته؟ يعلي الباور بتاعه فيروح واخد ال 1000 من 1500 وعمل لهم كونجوشن يشتغل بالفول باور بتاعه الالف بالروبن دول كونجوجيت وينزلوا في الانتستين في الجول بالروبن يتحولوا لالف سيركو بايولوجي ينزلوا فين؟ في يبقى بدل ما كنت بنزل 100 في الظروف العاديه السيركو نزل ايه؟ 1000 سيركو يبقى السيركو بايولوجي في الستول هيزيد يبقى في زياده اهو في السيركو بايولوجي والستول هيبقى لونه دارك كلر لونه دارك الستول لونه ايه؟ دارك طب بنفس المنطق تعتقد اليورين اليورو باي هيدروجين اللي فيه زاد ولا قليل ولا نورمال؟ بقول لك قارن اليورو ماشي مع السيركو اليورو زاد السيركو زاد يورو قل السيركو قل ماشي مع بعض ليه؟ ما طالما زاد سيادتك السيركو في الانتستين هيجريت الكمال عملها ابزوربشن وتنزل تروح الليفر ويزيد يسكيب البورتال تروح السيستميك ويزيد الفيلم طب السيركو زاد يورو زي ما ده هو ده الاباوند اللي في الانتستين زاد يبقى الاباوند اللي عملها ابزوربشن هتزيد الاباوند اللي تروح الليفر هتزيد الاباوند اللي هتسكيب البوردر تروح السيستميك هتزيد فالاباوند اللي تنزل في اليورين تزيد وانت خدها قاعده اليورو ماشي مع السيركو وبالتالي في اليورين هيزيد اهو اليورو باي اليورين طب هل يا دكاتره هينزل بالروبين في اليورين؟ هينزل لان اللي زايد مين؟ انكونجيت والار هو الانسولوبل وعشان كده سيبتك البيدروبين ابسنت في اليورين والنوع ده من الجوندس اسمه ايه؟ ايكوليوريك جوندس مفيش بيدروبين في اليورين واليورين بتاعي نورمال كلر يعني الكلر بتاعه نورمال ليه؟ عشان مفيش بيدروبين نزل في اليورين يبقى الكيس دي بتيجي بتاعي ازاي؟ يقول لك عيان
عنده مش عارف 24 سنة complaining of sickle cell anemia. We have a dark colored stool and the normal colored urine. تشخيصك ايه؟ هيموريديك شورت. اداني الستول دارك واداني اليورين نورمال واداني كوز اوف الهيموليسيس. يبقى التشخيص بتاع ايه؟ هيموريديك شورت. بس انا عندي اعتراض. والمفروض حد فيكم كان يعترض بس انتوا نايمين. اعترض يا فندم. لا يا اخويا. الستول ليه دارك؟ انت بتقول لي اي حاجه فيها جين يبقى كانبس صح. اي حاجه فيها جين كانبس. فالسيركو باي لينوجين ده كانبس. يورو باي لينوجين ده كانبس. يبقى ازاي الاسطول ده؟ عارف الاسطول ده ليه؟ عشان الايرن. اي واحد عنده انيميا وبياخد اقراص حديد لازم الاسطول بتاعه يبقى ضعيف. ولو مش عارف ما يتخض يا دكتور الحقني ده الاسطول بتاعي لازم يسود. ما تقلقش بقى الحديد بتاخدها دي بتنزل في الاسطول. والاسطول لو في حديد يبقى ضرر. الشخص ده عنده هيموليسيس وبالتالي الايرن زاد والاكسديشن اوف الايرن زاد وبالتالي الاسطول ضرر. يبقى الاسطول مش دارك عشان في ستيركو ده دارك عشان في ايرن. بدليل اليورين لونه نورمال يعني في زياده في اليورين باي لينوجين. بس اليورين باي لينوجين جين 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 ده كان. يبقى ليه دي لون لليورين هو البيلروبين وليس اليوروبين. اليوروباي ليروجين ده كانت. واللي هنا ادى دارك كلر للستول الايرن وليس الستيركو. الايرن لما ينزل في الستول يخلي لونه دارك. الكيس دي كيس لا يخلو منها. اول نوع من الشورتس اهو سميناه ايه؟ هيموليتيك شورتس. حصل ايه؟ في دماغي انا مرتب افكاري زي ما بدات الاول بس في اوفر برودكشن البيلروبين بيان ذا كاباسيتي اوف ذا ليفر فور كونجيشن. طب الاوفر برودكشن جه منين؟ الكوزز ايه؟ بحروف كلمه اسف مين؟ اب نورمال هدول. والسي كونجنتال سبيرو سايدوزس والاي اريثروبلاستوزس في دالز والاف فا فيزن والام ما لاريا اي ايه؟ انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. شكل عيان ايه؟ قولي تلاته سيرم السول يورين. السيرم مين اللي زايد؟ انكونجوليتد. الستول استيركو طبيعي ولا زايد؟ زايد عشان الليفر زود الكباسيتي بتاعته. تريح لو انت فاهم تريح. وبالتالي زاد الستيركو. والستول لونه دارك عشان في استيركو عشان في الايرن. الايرن لو جيت في الستول يخلي لونه دارك. طيب اليورين اليورو زايد ولا نورمال؟ دايما في دماغك يورو مش مع استيركو. فالستيركو زايد الستول يبقى يورو زايد ايه؟ يورين. بس اليورين نورمال كرب. ليه؟ لان ما فيهوش بيدرو. ان اللي زايد ده من جروب الانكولوجيكيت فسميت الحاله دي ايه كوليرو جونتس. اتفضل يا باشا. ده مع الاير بقى لما يتقابل الاير وقع شويه في الاير. انا هستنى انا يا باشا انا مش هعمل السكون وامشي مش هعمل مش هستنى لغايه ما يتبقى يعني. فهو لما نزل دارك اهو دارك ما كانش دارك وقت ما نزل. انا ماليش دعوه يا باشا مع نفسه بقى ولا نمشي وراها يا برضه ولا هي صلاه تصلى عليك عيب كده يعني. يخرب بيتك. انا بقول الموضوع ده كده موضوع اكزامبل يعني. لو حد بياخد علاج الانيميا الحديد هينزل في الستوري يبقى لونه دارك. لكن ده مش هيتعالج من حاجه هو بقى دارك على طول كده. انا بقول اكزامبل وجود الحديد يخلي لونه دارك. عشان كده في ناس قبل كده اتعالج من الانيميا كان لونه ستوري دارك عشان بتاعه حديد. لكن ده بعيد عن الموضوع. دارك عشان فيه هيموليسيس مش الهيموليسيس ده بكسر الهيموجلوبين واطلع منه الايرن. فالايرن اللي طلع ده بينزل في السول وزي دارك. مش يا جماعه كان الهيم اوكسجينيز ده مش كان بيحول الهيم الى بيلي بيرن ويطلع ايرن. فكل هيموجلوبين هكسره كل هيم هكسره هيطلع منه ايرن. الايرن ده زايد عن احتياج ينزل فين؟ السول. وصلت ولا ايه؟ اطلب بقى النوع التاني واكتب عليه كيس لا يخلو من امتحان. جات السنه اللي فاتت نيونيتال فيسيولوجيكال جونز. ها؟ 75 75 درجة 75 الكيس الكيس نفسها على ده براحته ماشي هو مزاجه وقتها يعني. الناس بتاع مزاجه
فيسيولوجيكال تو. عايز اقول لكم حاجه بس دي افكار سريه يعني مش مسجله معايا طبعا جدا. الترم الاولاني السنه دي فيها الترم الاولاني هيجي على درجات كتير. الترم الاولاني هيجي على درجات كتير لدرجه العاده ان الموضوع بيمشي 65 35 او بيكتب 60 40. الموضوع يوصل ممكن يوصل يبقى ايكوال 50 50. هو في دماغه او وصل المعلومات الطلبه بتحترم الترم الثاني بس وبتدخل فقط بالترم الثاني. الترم الاولاني ده قرار ده قرار ده قرار الترم الاولاني وهيئه الدكتوراه في المحاضره بقى. الترم الاولاني هيبقى نيرلي ايكوال للترم الثاني. لا 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 فيسيولوجيكال يعني مش فقط ده حاجه فيسيولوجيكال بتحصل عند معظم الاطفال حديث الولاده. فكلمه نيونيت يعني حديث الولاده وفيسيولوجيكال دي حاجه طبيعيه جدا 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 بتحصل عند معظم الاطفال اللي لسه موجودين. ليه بقى؟ هو النيو بور يا اسلام النيو بور هو مغلب بتاعه كام؟ يعني. النيو بور 19 لساعه 20. طب الادلت يا باي زي فاشل كام؟ 13 ل 15. يعني النيوبور اللي لسه مولود ده الهرمون اللي فيه عالي جدا 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 16 20. طب ليه 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 عالي قوي كده؟ عشان هو جوه اليوترس عنده لنج. عنده لنج يا عم. عنده لنج شغاله. فلازم يكون فيه كميه كبيره قوي من الهرمون عشان تكستراكت الاوكسجين من الماتيريال الهرمون. فكميه الهرمون عنده عاليه قوي. مش عايز بقى يا جماعه. طب حلو الكلام. عشان كده بقول لك ايه؟ انا شفتك وانت لسه لحمه حمراء. ليه الفيتس لسه مولود بينك ولونه كده فريش بينك كده ورينج قوي قوي قوي؟ عشان في هاي اماونت في الهرمون بيبقى بينك ورينج جدا جدا جدا. ده اللي هي النيوبورن. طب هو نزل للدنيا واللنج اشتغل واختلط بقى بالناس الوحشين فلازم ازيهم فلازم الهيموجلوبين يبقى من 13 ل 15. طب يحصل ايه؟ انكريز ريتس اوف الهيموجلوبين. يبقى ايه اللي يخلي النيوريز يدخلوا في فيسيولوجيكال بروسس؟ اثنين بحرف الار. اول اي انكريز هيموليزيس. عرفنا ايه السبب؟ هو نفسه كان الهيموجلوبين بتاعه 19 ل 20. ليه عالي قوي كده؟ عشان ياخد ايه اوكسجين من الماتيريال بلاك. هو ما عندوش لنج شغال. طب نزل لنج يشتغل كده مش عايز كل الاماونت دي. طب يحصل ايه؟ انكريز ريت اوف هيموليزيس. ده بحرف الار. تاني حاجة بحرف الاي قال لك immature liver. بمعنى ايه immature liver؟ لسه الليفر يعني ما دخلش بقى في الدماغ العالية ولسه الانزيم اسمه جلوكرينال ترانسفريز ده ما وصلش الفول باور بتاعه يعني لسه ما اتظبطش الليفر فمش عارف يعمل كونجوجيشن. يبقى الجوز اتنين بحرف الاي. اول حاجة ايه؟ increase the immune system. التاني ايه؟ immature liver. الشخص ده عنده اولا لازم تعرف ان الحاله دي بتخض جدا 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 للبيرنتس especially لو كان اول مولود ده اول مولود دخل العز كل سنه الحرام كله والزعل كله مش عارف والخوف كله شاف كل حاجه لسه اول فرحته بقى لكن رقم خمسه وسته ايه تعبان احط ايه هيفرق ده بالكحه وصغر وبتاع بقى الصبح يبقى كويس يعني اول مولود ده هو يعني ايه اللي خد كل حاجه اللي بعد كده بقى يا عيني اتظلموا كلهم، مين أول مولود؟ برافو عليك. عشت حياتك بس برضه اتجرى فيها كتير قوي تعليمه فينا برضه يعني. أدوا بيحبونا بس ما بيقولوش عندك حاجة فتعلمهم فينا. فأول مولود اصفر وبتاع جرى عليه اسود الواد هتعمل ايه؟ الواد جاله الصفر الواد مش فاهم حاجة هو فبيطلع يجري على الدكتور يعني بسرعة الحقي الولد اصفر هيتعمل الواد الحيلة اللي لسه يعني فرحان بيه هيروح منه. انت كطبيب بتطمنه تقول له ما تقلقش دي حاجه طبيعيه وحاجه فسيولوجيه جدا 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 وبتحصل لمعظم الاطفال وحتى لو ما اتعالجتش بتروح لوحدها.
لو ما تعالجتش وما خدش اي علاج بتروح لوحدها من غير مشاكل. فلو عايز اسرع العلاج اديله ايه؟ قال لك والله بتعالج بحاجه اسمها فوتو ثيرابي. فوتو ثيرابي يعني ايه فوتو؟ ضوء ثيرابي علاج. ففوتو ثيرابي علاج. يقول لك والله البيلروبين لما يتعرض للبلو جرين لايت، البلو جرين لايت بيتحول لمركب تاني ايزومرلين ووتر. يبقى البلو جرين لايت الويف لينث بتاع البلو جرين لايت بيحول البيلروبين يا جماعه من صوره ووتر انسولبل الى ايزومرلين سولبل، وبالتالي يبدا ينزل فين؟ في اليورين ويبدا الصفرة. طبعا انتوا عارفين السيدات المصريات في منتهى الذكاء، ذكاء الدنيا بس ده ما شاء الله. عشان كده تقول الست روحي حطيه تحت اللمبه عشان خاطر ايه؟ يوم ولا اثنين يبقى كويس. جه لك بعد ثلاث ايام يا دكتور انا بقالي ثلاث ايام حطاه في السرير وجايب اضرب البيت كلها كده فوق دماغه انه يخف لسه اشرب مش نافع. قلت لها يا ست انت حطاه ازاي؟ قالت هتلاقيها مثلا كان بيسرب الطارون ولفاه بلفه وحطاه وشه من الناموس وبتاع وحطاه تحت اللايت والمفروض بقى هو يستجيب. يستجيب ازاي؟ فلازم تثبت جزء من جلده يكون معرض للضوء. لازم يا عم اخف ازاي يعني؟ فلازم تقول لها فاهمها معلش تعالى حصل شويه فاهمها لازم تحط كل رجليها علينا ايديها علينا وشه حاجه من جلده ناحيه الضوء عشان الضوء يشتغل عليه ايه ويخفف. يبقى اول حاجه فوتو ثيرابي ياخد وقت ويروح والبلو جرين لايت الويف ليث يا جماعه بيحول الانكوجيتد من ووتر سولبل فور الى فور ووتر سولبل فتنزل فين؟ في اليورين وده اسمه فوتو ثيرابي. الحاجه الثانيه اسمها فينو ولا بلدي؟ فينو باربيتال. مش غلطنا ان الفينو باربيتال ده بيعمل اندكشن للبروجرام ترانسبريت فيساعد على موضوع الكونتريشن. خبرتي بقى والنبي بلاش منه. بلاش خالص. بلاش منه مع انه بيعالج بس بلاش منه. ليه بقى؟ الفينو باربيتال ده اصله منوم ومهدئ للاعصاب. فيعني سيادتك لو هو واحد حته شعبيه شويه مش فاهم الموضوع شكله ازاي واول طفل دي وانت بتروح في الورق بتاعك هيروح يقرا العلبه مش مطمن لك بقى غير انت عيل صغير بقى وبتاع وعايز تطمن ورا ليه؟ مهدد ومنور ومش عارف مسجل للمش عارف ايه وبلاوي زول. قول ابن الحيله مديله منوم حرام عليك عندي يومين وعايز تنيمهولي هتوديه انت ولا هيفهم ولا هيفهم خالص. فانت بلاش هو الموضوع فيزيولوجيكال وهيخف لوحده فبلاش يعني دول هو بالضوء يخف. والموضوع حصل معايا شخصيا شغال في حته بتعرف كده شعبيه جدا جدا وكان جزار جزار وانا لسه بقى فرحان طلع نفسه عارف معلومات وبتاع قلت له تحت اللمبه وبتاع وكلام من ده وده هو الفلوبر بتاعي. راح لقيته جاي بسم الله ما شاء الله الجلابيه بتاع الجدعان ما انتش فين الدكتور؟ هتقولي انت انا بقى مستخبي انا بقى يا باشا والمصحف ده بيعمل اندكشن ازاي؟ هو مش فاهم يعني اندكشن ولا فاهم يعني ازاي؟ يا باشا ده هيخف والله كويس خدناه في الكليه تقول لي يا عم ده مكتوب من اول. فطبعا يعني بلاش من يومها والله ما خدت بالي خالص هتفضل ايه يعني ده موضوع مش هو هيروح لوحده وانا هجيب نفسي بقى وزيري فالفول وزيري بيفرق. يبقى لو جات لي كيسه في الامتحان الجوزز اثنين مع بعض طبعا الكيسه هتبدا يعني نيونيت 4 دايز اول كومبلينينج اوف جورج ما تكملش بقى 4 دايز اول ديبيت يبقى نيونيت فيزيولوجيكال عايز بالك على الجوز اثنين بحرف الار انكريز ليفلز وماتور ديب بس على التريتمنت اثنين بحرف البي اتش فانت احفظ بقى اثنين بحرف البي اتش فوتو ثيرابي وفينو باربيتال كنا زي ده اللي سميناه نيونيت فيزيولوجيكال جورج وده برضه بيعمل خلي بالك انكونجوجيتد هايبر بيليرولينيا لان الجزء انكريز ديموليسيس بيان ذا كاباسيتي اوف ذا ليفر فور كونجوجيشن فده جزء برضه او سبب من الانكونجوجيتد هايبر بيليرولينيا. طيب دي ديزيزز احنا خلاص خدناها عشان لو ده تعمل بص يا جماعه في النيونيتال فيزيولوجيكال جورنس ما بيعديش 13 الانكونجوجيتد لوبي ما بيعديش 13 لو عدى 13 ده اقول في باثولوجي بقى في مشكله لكن هو الجينات الاسترول ما بيعرفش 13 لو عدى 13 وقتها ممكن الجوبيتو بقى وحطانا وبتاع ومشكله بتاعت الاكاد يوصل 20 يعمل سنين لكن هو ما يعرفش 13 ما ينفعش عدى 20
تحت الرقبة. حط ده معايا على congenital diseases بتعمل unconjugated hyperbilirubin. Congenital diseases بتعمل unconjugated hyperbilirubin. أسألك سؤال، هل في الزمن ده بالعلم بياكل عيش؟ خالص، ولا حتى زمان ما بياكلش عيش. فكان في عالم زمان شغلته ان هو عالم، بس العلم ما بياكلش ايه؟ عيش. وبعد ما بيخلص علم فتح ورشه نجاره صغيره وكان اسمه كريجلر، فسموه كريجلر نجار سندوم. كريجلر النجار كريجلر نجار سندوم. دي اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. في بقى نوعين، والنوعين ما بينهم مقارنه، في كريجلر نجار تايب 1 وفي كريجلر نجار تايب 2. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك والله الاثنين في ميوتيشن في الانزيم اللي اسمه جلوب كيورايل ترانسفريز، يبقى الانزيم اللي بيعمل كونجوجيشن واسمه جلوب كيورايل ترانسفريز ميوتيتد، وبالتالي انا مش عارف اعمل كونجوجيشن. لو مش عارف اعمل كونجوجيشن مين بيزيد؟ الانكونجوجيتد. يبقى انا الديفكت في الانزيم نفسه، الديفكت فين؟ في جلوب كيورايل ترانسفريز حصل فيه ميوتيشن. طب ايه الفرق بين تايب 1 وتايب 2؟ قال لك تايب 1 بيبقى هوموزايجوس، اما تايب 2 بيبقى هيتروزايجوس. مش فاهم يعني هوموزايجوس نقي، هيتروزايجوس هجين، برضه مش فاهم. يقول لك مش كل جين انا عندي منه اثنين، واحد باترنال والثاني باترنال. لو الاثنين بايظين، الاثنين ميوتيتد، الاثنين ديفكتيف، الاثنين زي بعض، يبقى هوموزايجوس، يبقى التو جينز مرتبطين. لكن لو جين سليم وشغال وجين بايظ يبقى اسمه ايه؟ نعم. طب ايه المشكله؟ هو مش هيبان، هو اعراض بسيطه مش زي يبقى ده هيتروزايجوس، واحد كويس والتاني ايه؟ بايظ. وهنا الاثنين بايظين زي بعض، مين اخطر؟ هوموزايجوس. فعشان كده بص اهو كلمتك يقول لك تايب 1 اللي هو هوموزايجوس في كومبليت ابسنس اوف الانزايم، كومبليت ابسنس مش موجود خالص. هيجي منين؟ ما التو جينز بايظين، لكن الباشا ده بارشال ديفيشنسي، حاجه بسيطه اهي بارشال ديفيشنسي كومبليت. يبقى ده في كومبليت ابسنس، ده في ايه؟ بارشال ديفيشنسي. طب طالما في كومبليت ابسنس يعني الانزيم مش موجود خالص، هل البيلروبين يعدل 20؟ يعدل ما يعديش؟ ما يعديش طبعا يا عبد، يا جماعه مفيش انزيم خالص. يبقى البيلروبين ممكن يعدي ال 20 ملي جرام بريدستريت، يعمل كيرميكتراس. يعمل كيرميكتراس. طب الباشا اللي هو تايب 2 في بارشال ديفيشنسي، هل البيلروبين يعدي 20؟ ففي جين شغال وطبعا انزيم، الانزيم موجود اهو، يبقى بالتالي داز نوت اكزيد 20، ما يعديش ابدا ايه؟ ال 20. يبقى ده معاك الريترس؟ لا نو كريترس. طب في يعني مقارنه اول اول ده كل ايه؟ قال لك ال تايب 1 داز نوت ريسبوند تو الفينوباربيتات. طبعا مش الفينوباربيتات بيعمل اندكشن للانزيم، يعني اندكشن؟ يروح للجين ويطلع الانزيم، طلع الانزيم. طب ما فيش بايظين اصلا الاثنين، هيطلع منين يعني؟ ده داز نوت ريسبوند تو الفينوباربيتات، ما فيش استجابه، ما يخفش عشان تو جينز بايظين. لكن ده ايه؟ ريسبوند تو الفينوباربيتات. عشان في جين سليم فزودت يا فندم. طب تعتقد يا فندم مين فيهم جود بروجنوزز ومين فور بروجنوزز؟ مين الجود؟ تو ولا وان؟ وان ده فور بروجنوزز، ده فور بروجنوزز، وان ده فور بروجنوزز، وغالبا هيضاي ايرن لايف، هيموت بسبب كريترز. لكن تايب 2 ده جود بروجنوز، هيعيش. عشان كده بس انت بتقول ريسيزم اهو، هيعيش اهو ده الكل اهو. بس يعني مستمر شويه، او لازم ياخد الدواء على طول، كده يعني. يبقى ده يا جماعه الديزيز
اللي بيعمل كون جينيتال ان كونجوجيتد هايبر بيلر بسميه ريجلر ده جار سيكروت اوتوزومال ريسيس سببه نقص الانزيم اسمه بلوك كيرونين ترانسفريز من نوعين تايب 1 تايب 2 يا رجاء ركز معايا تايب 1 هوموزايت وبالتالي في كومبليت ابسنس اوف انزايم تايب 2 هيتروزايت باوتش ديفيشنت اوف انزايم كومبليت ابسنس يبقى بنلوم يعدي 20 ويعمل كرنك هنا باوتش ديفيشنسي ما يعديش 20 ما يعملش كرنك هنا داز نوت ريسبوند تو فيربال بيتين عشان التو جينز ما يزيد لا هنا كان ريسبوند تو فيربال بيتين هنا بور بروجنوز واي داي ايرلي اللايف لا هنا هيعيش وفي جود بروجنوز حلو كده طبعا انتوا عارفين ان الاهلي فوق الجميع الاهلي ايه؟ حد معترض؟ لا يخرج بره الاهلي فوق الجميع مش بس الاهلي فوق الجميع عشان بيجيب بطولات ويفرح كل المصريين والنادي رقم واحد على العالم فعنده لا طبعا كمان عشان اللعيبه بتاع الاهلي من طراز خاص لعيبه بتشتغل الصبح لعيبه وبالليل علماء ويكتشفوا امراض والدليل من ماتوا جيلبر ديزيز طبعا في ناس مش عارفه جيلبر ديزيز كان جيل قديم شويه الجيلبر ديزيز ايه المشكله فيه؟ الديفكت في جيلبر ديزيز يا نور في الابتيك انا مش عارف اعمل ابتيك للبترول كمان لو اردت ان تصيب راس الحقيقه في 30% ديفكت كمان في الانزيم اللي اسمه جلوكيراترز بس عندنا في الكتاب مكتوب بس ابتيك يبقى هو في ديفكت في الابتيك وفي ديكريز في الجلوكيراترز سبيس باي 30% الابتيك قليل المشكله في الابتيك ده الشخص ده هيشتكي من ايه؟ قال لك مش من حاجه. يعني هيشتكي من مايلد هايبر بيلي روبينيميا. يا جماعه البلون هنا ما بيعديش 3 3 ونص. ما فيش حاجه يعني. هيبقى عنده مايلد هايبر بيلي روبينيميا. يعني كل مشاكله في الحياه ان لما واحد يشوفه يقول له ايه اضراب بسفير قوي. يقول له يا عم ما تقلقش كلمه في الساعه دي يعني مش حاجه. يبقى كل مشاكله عنده مايلد هايبر بيلي روبينيميا. كل واحد يشوف انت بسفير سته يقول له ما تقلقش انا كده عادي مش حاجه كمان يبقى عنده برولونج دي مهمه دي برولونج نيونيتال فيسيولوجيكال جونتس يعني النيونيتال فيسيولوجيكال جونتس في الطبيعي تقعد من اربع ايام اسبوع مش اكتر من كده ده بيكمل مع شهر شهر وشهر يبقى النيونيتال فيسيولوجيكال جونتس برولونج تقعد لفتره وهنا عشان الديفكت في الابطي خلي بالك اللي بيزيد ان كونجوجيت بس لو جيت هي بنروم عشان هي مشكله فيها ولا مشكله في جيلبرت؟ الاساس جيلبرت مش جونس ايه بقول جيلبرت دي الديفكت فين؟ في الابطي الابطي ده كان فاتح الاديشن وعايز ترانسبورتر انا بوظف ترانسبورتر كمان لو عايز بقى ساينتفك اكتر في 30% ديفكت في الانزيم اسمه بلوك ترانسكريبشن ده بيشتكي من ايه؟ ولا اي حاجه دورم سبيري شويه مايلد هايبر بيلي رينيا كمان يا دكتور في بلوم يونيتد فيسيولوجيكال جونس الجونس اللي يونيتد فيسيولوجيكال ده بيقعد من ثلاث ايام بس ده شهر وشويه ليه؟ عشان في مشكله في الابتيك فمش عارف اقول جونيت يعني فقط ده هو جبر انا بقول طالما المشكله في الابتيك يبقى اللي زي دي انكونجوجيتد فكل الديزيز دي تعمل انكونجوجيتد هايبر بيلي رينيا قلنا اول حاجه هيموريتيك جونس ثاني حاجه نيتال فيسيولوجيكال جونس وخدنا تو كونجنتال ديزيزز بيعملوا برضو انكونجوجيتد هايبر بيلي رينيا الاول سبتاك ريجلر نشار بنوعيه تايب 1 وتايب 2 والثاني جيلبر ساعات في الكيس يجيب لك كونجنتال ديفيشنسي اوف ال جلوكوناترا سبيس يعني شخص ايه ريجلا مشروب بيقول لك قول لي تايب 1 ولا ازاي؟ يقول لك في تايب 2 تاكس دي مرمو يا رب يبقى في انكريز في البيلروبين مونو جلوكولات لو في زياده في البيلروبين مهمه دي علم عليها
مونولوجينايت اقول ده ايه تايب 2. انا بحاول اعمل كونجوكيشن اهو بس مش عارف اعمل. يعني في تايب 1 في توتال ديفيشنسي فمش عارف يعمل كونجوكيشن خالص. لكن انا في زياده في البلور من مونو في البلور. يعني حطيت اول واحده انا مش عارف احط الثانيه. فهمت ازاي؟ فتايب 2 في زياده في البلور من مونو في البلور. فلو عايز يعرف في كيس ده تايب 1 ولا تايب 2 هيقول لك بقى في زياده في البلور من مونو في البلور. لو في زياده في البلور من مونو في البلور ده تايب 2 ريجولار ماجور. وجيلبرت خلاص عرفنا الديفكت في الابتين كده خلصنا اول نوع من الجوندس اللي اسمه ان كونتروليتد هايبر بيليروبينيميا. ادخل بقى على الخير كله بقى كونتروليتد هايبر بيليروبينيميا. عندك البلاش ولا دي عندك اكل او يقول لك كمان لو في اوبستراكشن للبيلياري باسجز فحصل ريجل جيتيشن اوف الروبن ده اللي يعمل داتا كونجوجيت هايبرتوجين. اللي هيزيد يا محمد كونجوجيت ولا ان كونجوجيت؟ كونجوجيت. وعشان كده ده ووتر سولوبل وينزل في اليورين. فالحاله دايما بسميها كل يوريك جونز. يعني العيان لونه اصفر وكمان في بالروبن بينزل في اليورين بسميها كل يوريتروز. اشهر حاجه بتعمل كونجوجيتد هايبر بيليروبينيا هي الاوبستراكتيف جلوتس. اسمها يا جماعه اوبستراكتيف جلوتس. ده سيادتك الليفر ودي الجول بلادر وده الجلوتر ودي البايل داكت. هتفتح الفيرست ولا السكند ولا الثيرد بارت في السكند بارت في منطقة اسمها البولا اوف باتر وحواليها سبريك لازم سبريك الاوف. بسم الله ما شاء الله متذكرين هذا كله اسمها البايو راح. وحواليه سيادتك البايو دارك بالكونكافيتي بتاع الجدرم بيلاي اورجانيزمو بانكريس. ده كام بارت ده؟ لا فور ايه وايه وبادي وتين يا فاشل يا بايز. طيب البايل داكت بتعدي في اي جزء؟ في الهيد ولا النيك ولا المدر ايه؟ في الهيد بتاع المركز. انا بسم الله ما شاء الله عليك اهو. طيب ايه اللي يعمل اوبستراكت جونتس؟ انا فاهم ايه؟ يبقى في ستون في البايل داكت. يعني في ستون راح تقفل ايه؟ البايل داكت. او يحصل كانسر في الهيد اوف ذا مركز. ويبقى ستون في البايل داكت. يبقى حصل ايه؟ كانسر في الهيد وفي الباكت. ده يا جماعه الستون وفي البايل داكت دي تبان قوي 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 في الكيس. ليه؟ بيقول لك دايما اللي عندها الستون دي عندها اربع اسم. بتبقى فاتي وفلتي وفورتي فيميل. دايما كده. اللي بيجي لها حصوات المراره دايما ينطبق عليها اربع اسم. فاتي تخينه. فلتي بترمرم بترمرم عشان ايه بترمرم؟ يعني سندوتش جبته من الشارع ماشي شويه مش عارف عكاوي وممبار ماشي اي حاجه اللي بتاكل شخصك ما تطلعش على حاجه. فلتي بتاكل اي حاجه. وفورتي دايما في الفورتي 40 42 43 ودايما في يعني انا كده حتى في الجراحه اربعه فاتي وفيلتي وفورتي فيلتي. فدايما كيس وبالسكر جونس هتبقى في مين؟ دايما هتبقى راوند فورتيز. ودايما سيادتك هتبقى اوبيز. تقول لك 40 سنه اوبيز في مين؟ كده خلاص عرفت خلاص اوبستراكت. طيب حلو كده. وكمان كانسر هيدو فاليت. مش يا جماعه الكانسر ده رابد جرو لما يجرو ويكبر هيعمل كومبريشن على البلد وبالتالي برضه يعمل
obstruction في البيليريس، وكل ده يعمل ريجيرجيتيشن في البايل يروح الليفر وفي ضمنه الكونجوجيت بترول، ومن الليفر يرجع على الدم فيزيد في الدم الكونجوجيت بترول. مين اشهر اثنين في مصر اصيبوا بكانسر الهيبوكريتس؟ وغير محمد أمين باكس مين علي أمين مصطفى من دول؟ أخبار إيه؟ أخبار برافو دول مؤسسين جريدة أخبار اليوم، عشان ده تلاقي جامعة في جريدة أسسها علي أمين مصطفى. ويا جماعة اللايف اكسبكتنسي بتاع الكانسر الإندوباكتيريا 6 شهور، كان أول ما بتعرف الكانسر الإندوباكتيريا 6 شهور بدول، وهم عارفوا يا جماعة إن هم هيموتوا، هم الاثنين بيتكلموا توينز كانوا دوخة والاثنين جالهم كانسر ريدو فانكس في نفس التايم، وعرفوا هيبقى مش عملوا خير كتير قوي. ده بيقول لك الشمعه التي اضاءها علي امين، الشمعه التي اضاءها مصطفى، عملوا خير يعني مؤسسات خيريه وبتاع وحكايه وكلام ده، عرفوا هيبقى كده هيقعدوا يعملوا ايه، فعملوا خير. دول اشهر اثنين كان عندهم كانسر ريدو فانكس. فالكوز اوبستراكشن لبيري باستريف، يا اما بستول باي دكت، يا اما كانسر ريدو فانكس. كان جاهز للمركز؟ صح ستيف جوبز بتاع ابل يا جماعه. حلو قوي. طيب ايه البيكتشر؟ البيكتشر ثلاث حاجات، هقول سيرم وهقول ستول وهقول يو. اللي فين بقى يو؟ اللي فين كده مش موجود. السيرم مين زي؟ كونجوجيت ولا كونجوجيت؟ يبقى السيرم هيزيد الكونجوجيت كله. على في كيس هيجيب كمان انزيمز، انزيم اسمه الكالكالاين فوسفاتيز، ده سبيسيفيك. لو قالك في كيس زاد الكالكالاين فوسفاتيز وانت ما قدرتش تركز. كمان بيزيد انزيم اسمه جاما جلوتاميل ترانسبريز، ده مش سبيسيفيك. ده ما يهمنيش ده. اللي يهمني اكتر الكالكالاين فوسفاتيز، حليه في كيس يلقطه. لو زاد الكالكالاين فوسفاتيز وانت ما قدرتش تركز. يزيد كمان جاما جلوتاميل ترانسبريز بس ده مش سبيسيفيك. قالوا لك ايه other enzymes increased in this case؟ قالوا جاما جلوتاميل ترانسبريز. طب ده السيرم زاد كونجوجيت بترول وكمان زاد الكالكالاين فوسفاتيز وجاما جلوتاميل ترانسبريز. طب في الستول هفرح قوي يا ولاد، الاستيركو بيزيد ولا نورمال ولا يقل؟ ابسنت. هو الاستيركو ده مش بيجي من بالنوبل لما ينزل في انتسن ونشتغل عليه الانتستين باكتيريا، ده بالسكه دي مقفوله مقفوله، مفيش اصلا بيليروبين بيوصل للانتستين. اجيب منين استيركو؟ ابسنت. عشان كده لون الاستول يبقى فاتح اسميه كلاي كالرد استول. يعني ايه كلاي؟ طمي. الطمي لونه رمادي شويه، طمي تقيل على فكره. هو كلاي بيعملوا منه الفخار، فكلاي كالرد استول. ليه؟ لان الاستيركو ابسنت. لو الاستيركو ابسنت اليورو ابسنت، الاثنين ماشيين مع بعض، هجيبه منين؟ ابسنت. بس اليورين في بيليروبين ولا ما فيهوش؟ في ولا ما فيهوش؟ في طبعا بيليروبين. اللي زاد مين؟ كونجوجيت. عشان كده اليورين دارك كالر، او ساعات بسميه في الكيس كولا كالر، زي كولا اسود. في الست بتاعته يقول لك يا دكتور الحقني الحقني، ابني بيجيب يورين زي الشاي كده زي الشاي دارك كالر. هيقول لك في كيس عيانة عندها 42 سنة وأوبيز وكوبلينين كوفستون في البايل دارك والستول بتاعها كلي كالر واليورين دارك كالر، شخص انا مش شخص بعض اوبستراكت جوز. فهمت ازاي؟ اقول لك حاجة بقى، بس دي بقى ايه لو انت عايز تعالى اكتر واكتر اوائل الكليه بقى وبتاع وحاجات زي كده. دايما لما يكون في اوبستراكشن للفايل ده وبيحصل ريجريتيشن، مش بس الدروب اللي بيرجع، كل الميه بيرجع وفضلوا البايلسود. فالبايلسود تروح الدم، والبايلسود لما تروح الدم تعمل اتشنج. العيان ده دايما عنده اتشنج. الاتشنج يعني هرش. الهرش سببه ايه؟ سببه البايلسود.
فان رجع الفايل كله ومحتوياته. البدروم اللي رجع عمل جوردس لما الفايل سولت رجع الفايل سولت لما ترجع الدم تعمل اتشنج كمان تعمل اتشنج. فدايما لو رايت الجيس اتشنج برضه بيستارت. لو في كذا لاند مارك ايه؟ اول حاجه 4 فاتي 40 فيلتي في مين؟ كمان الامبير بروفاتيز. كمان سيادتك لو في اتشنج كل ده دلاله على ان الحاله بتاعتي بيستارت جوردس. وفي بالروبين في اليورين فسميناها كل يورين جوردس كل جوردس. يبقى هنا سيادتك الستول كلي كلر واليورين دارك كلر او بسميه كل كلر. في مشاكل هنا؟ الموضوع ماشي كويس. طب قال لك احنا خدنا في الاولاني ان كونجوجيتد هايبر بيدروبين اللي زي بس مين؟ الانكونجوجيتد. وانا من الاوبزرفتيف اللي زي مين؟ الكونجوجيتد. في بقى ديزيز زود الاثنين. يعمل ميكس كونجوجيتد and the unconjugated hyperbilirubinemia. وده النوع الجوتس اللي بسميه هيباتو سيلولار جوتس. اسمه يا جماعه هيباتو سيلولار. الهيباتو سيلولار بيزيد اتنين. بيزيد ال unconjugated and ال conjugated. طب نعرف ايه الجوتس؟ اشهر جزء في الدنيا للهيباتو سيلولار جوردس فايرال هيباتايتس. هو في كام فيروس ممكن يعملوا فايرال هيباتايتس؟ قلنا فايرال اثنين فايرال كام يا مايك؟ اربعه من اربعه. جدع مين هم بقى؟ في الـ A والـ E وفي الـ D اللوز مشهورين والايه برضه مشهور يجي من الاكل اكل ملوث. كان في مطعم بس الحمد لله شالوه على وجه الارض عندنا في الكليه كان مالتا فاير سولتوس. برافو عليك بتعمل له دعايه مجانيه زي الفل بس هم شالوه الحمد لله. انتوا كل حاجه حلوه زودي فزودي دخلت مطعم شفت مناظر بشعه كان ضربه بطريقه وجوله وثانيه لغايه سنه. فيروس ايه؟ كلت منين؟ كلت كريب من زودي. فيروس ايه؟ بيتزاع من سودوس. سودوس ده كان عامل احلى شغل في الكليه. يعني مش انا اللي لكن تكمل بس ده ما شاء الله. فيروس ايه وايه بيجوا ازاي؟ قال لك بيجوا فيكو اورال. اسمع بقى قال لك فيكو اورال. ركز في الكلمه فيكو اورال. مركز معايا فيكو اورال. ده اقذر واي اوف ترانسميشن في الدنيا. اللي بيعمل سيادتك الاكل يكون عنده فيروس ايه او حمل المرض دخل عمل حمام عمل بيه وما غسلش ايده بايده عمل لك الاكل فسيادتك فيكو اورالي فيكو اورالي فاهمين يعني ايه اوضح اكتر مساعدين يعني عشان كده الله يغفر لك الاحشام اللي هنبصه هنعمله جراح مش هنعمل سيرفس خالص. فا ايه وي بيعملوا اكيوت بلايس يعني يقعد شهرين كده في البيت يخضر ويصفر ويحمر ويبقى لونه الطيف كلها في وشه وفي الاخر يخاف وما يعملش اي سيكول بعد كده. فا ايه وي يخاف لوحده بس شهرين بيبقى سخن شويه ولونه بيتلون مش عارف حد فيه مش عارف حد صاحبه ولا حاجه عنده والله يبقى كل الالوان بتاعته شويه حمراء وشويه خضراء وشويه حاجه بسم الله ما شاء الله الوان لطيفه يعني. وقتها لازم نقعد في البيت ما اقدرش يعني كنت اتعلم عشان ممكن يعجب الناس وفي نفس الوقت يدخل طبعا لوحده وبتاع وبيخاف بقى. لكن في بقى بي وسي بقى دول بقى ما يبقوش تلك المشاكل. سي بتنقل ازاي؟ بلاد. السي فقط يجي عن طريق الدم يعني الدم ملوث. زي ايه باشا دم ملوث؟ قال لك والله كتير زي سيادتك ما تروح تفيوجن او زي سيادتك لما تروح تعمل شعرك ودقنك والراجل بشفره تعبانه ولا مستعمله يعمل لك دق كمان. وده اكتر حاجه في مصر عيال السنين دي مشكله المشاكل في مصر. تمشي في فريسة الغرب في مناطق الشعبية شوية مكتوب ايه؟ عيادات مش عارف خضر كشف 2 جنيه خلق 5 جنيه حشو 10 جنيه. اسمعيني والله العظيم ده الكشف عايز تكون جامعة قبل كده هي مش بس فريسة الغرب الكشف 2 جنيه
ماشي اكسب مكانها. الخلع ب 5 جنيه والحاسب يعني ايه يعني؟ ما تقدرش بيعقب. بيعقب ايه؟ بيعقب ده اصلا ثمن التعقيم اغلى من ثمن اللي خده. ده طبعا من بق ده لبق ده لبق ده لبق ده مش هتلاقي. فلو اي اول واحد كشف عليه كان عنده فيروس سي كل اللي وراه فيروس للاسف. عشان كده اوعى تسترخص في اسنانك بالذات. والله يا جماعه لما تبقوا في البطنه شغالين في جراحه اشوفوها واحد ما عندوش اي هيستوري اوف اوبريشن او اي هيستوري اوف ترانسفيوجن خالص تاخد منه هيستوري. طب عملت ايه؟ عملت اسنانك؟ اه عملتها عند واحد كان ب 5 جنيه مش عارف ايه. غلط برضه. يبقى نهيت حياتك كلها عشان بتوفر لها 50 60 جنيه. لا يا عم والله لو اكتر من كده اعمل اسنانك عند حد كويس. يا جماعه وانا بفتح مصر بس بسمع علينا بس برضه دكاتره يعني هتقدرونا بنمشي راسنا الوسع اهو. اي تورست بيجي مصر بيدور كده بيشوف ايه الاماكن اللي نروحها؟ ايه الحاجات اللي ما بنروحهاش؟ ايه الحاجات اللي يعملها؟ ازاي ما نعملهاش؟ من ضمن الحاجات دي دونت دو اني دنتال بروسيجر ايجنت. والله العظيم اي تورست جاي من بره دونت دو ما بنروحش حاجه حلوه ما تبقاش خالص. دونت دو اني دنتال بروسيجر. كمان يا جماعه لازم تعرفوا ان 20% من المصريين بسم الله ما شاء الله مصابين بفيروس. خمس سكان مصر ودي يعني اكبر معضله طبيه في مصر. فيروس سي 20% من المصريين مصابون بفيروس سي. والسبب عبد الناصر. عبد الناصر كان صعيدي زي حالاته وكان وطني جدا وعمل حاجات حلوه في مصر بس كان صعيدي مستعده ساعات كده شكله دماغه كده على كلام فاضي يعني سالت انا. فالمهم كان في عهد عبد الناصر في الخمسينيات كان البلهارسيا موضوع كبير يعني وناس معظمهم عنده بلهارسيا وبتاع وكلام ده ونط في الترعه يقولوا ايه ظهرك الترعه ينط في الترعه ويقولوا بلهارسيا. فطلع دواء يعالج بلهارسيا اسمه تارتر جينيتيك اسمه كده تارتر جينيتيك يعالج بلهارسيا. هو بيتاخد علاج بلهارسيا هو وطني قال لك طب خلاص هاخد العلاج ده وعالج بيه كل مصري. فكانوا بيروحوا المدرسه ووقفوا الطلبه كلهم طابور كده. كان وقت زمان ما كانش فيه الحقن السيرنج البلاستيك دي كان بتاع كده ازاز ويغلوها عشان خاطر تتعقم ساعه ونص بعد كده يصبغوها لان هي نفسها بنفس السن نفس كل حاجه هي هي ما كانش فيه لسه الديسبوزبل سيرنج. فكان وقف طابور هيخلص بقى يعقم ساعه من ده لده 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 بسم الله ما شاء الله. لو اول واحد طابور فرنسي المدرسه كلها بقت فرنسي. ومن وقتها الى الان عايشين في هذا الكابوس ومش عارفين نصحى منه. 20% فرنسي. انا كان في دفعتي واحنا طلبه في رابعه وخمسه وسته ناس اكتشفوا اكسنتري فرنسي. وفي ناس في وسطنا عايشين فرنسي اكتشفوا الكلام ده لما يجي يعمل عمليه كانوا تحديد يجي يسافر بره. دلوقتي الدول كلها ما بتسافرش مصريين غير لما يجيب شهاده من مكان هم معترفين بيه مش اي مكان وبس انك انت خالي من فرنسي. فالموضوع كبير موضوع كبير عشان كده لما طلع اسمه كفته ده وكان خارب الدنيا قلنا ده هيغير مسار مصر. وراح فين ابو عاطي ده صح؟ ده بقى ايه؟ فين ابو عاطي؟ ابو عاطي راح فين؟ بس هو طلع دلوقتي يا جماعه الحمد لله علاج اسمه سوفالدي في علاج حاليا بيتاخد بالمجان جامد اسمه سوفالدي وبيعالج فرق فرنسي لكن هو اكسبنسيف شويه الحكومه طبعا بتتعاون وان شاء الله باذن الله نبدا على المشكله دي العويصه. ففيروس سي بيجي من البلاد كونتامينيشن زي ما في الجرح واشهر حاجه دلوقتي يعني ازاي؟ طب فيروس بيجي ازاي؟ بيجي ازاي؟ بي بيطلع في اي بادي فلويد فبي ايزير ذان سي في الترانسميشن ان بي موجود في اي بادي فلويد في السلايفا في التيرز اي بادي فلويد في فيروس سي. عشان كده عصير قصب سيادتك اللي موجود في كل حته ده سيادتك والراجل اللي بيمسك كوبايه عندها كده اتغسلت كده هو كده هو مقتنع كده ان هو اتغسل لما تعدي فور سكند وتيجي تاني كده اتغسل. ف يا عقاب فين يعني؟ عشان كده يا باشا لو هف عليك قوي الناس يعني تشيموه فالكلام ده والله العظيم الكلام ده فلاوي وسنه. الكلام ده يا جماعه بسيط بس مصادر ازليه للانفكشن في مصر. اي عصير بره شربوه محتاج تغسله عشان وعلى فكره دي لتطعيم فعشان كده قبل ما اي حد فيكم يكونتك في اي عيان وكونتك في عيانين مثلا رابعه ان شاء الله كلكم المفروض تروحوا تاخدوا تطعيم فيروس دي بتبقى ثلاث جرعات بتاخدها خلاص انت كده عندك حمايه برضه. بيعمل برضه ليفر سيروزس وليفر فيلر وبتاع
الاثنين دول البي والسي يعملوا كرونيك، الاي والاي يعملوا اكيوت، والبي والسي يعملوا كارسينوما، كانسر في الليفر. الاثنين مين اكتر بي ولا سي؟ بي اكتر. لا بي يعمل كارسينوما اكتر. بس اتفضل يا باشا اتفضل. السي لا البي السي لازم بلاك روتيشن، البي ممكن سيكشن ترانسفير لانه طالع في سيكريشن. الايه؟ يعني ايه اقوى؟ هو فيروس هو في بي يفضل بي، ما فيش ناس هيتحرك هو يجيله فوق البي سي ممكن او فوق السي بي ممكن، لكن الفيروس نفسه ما بيتحولش. يبقى ده يا جماعه اول فوز فايرال هيباتيتس، وعرفنا ايه انواع الفيروسات واتكلمنا باستفاضه عنه. ايه كمان؟ قال لك ممكن ليفر توكسين، ممكن توكسين في الليفر يعمل ايباب تراكرفر. اشهر توكسين يصيب الليفر اسمه كاربون تيتراكرايد. كاربون تيتراكرايد ده توكسين شديد الخطوره على الليفر. كاربون تيتراكرايد كمان الارزينيك، الزرنيخ، كمان الفوسفورس، كل دي توكسين في الليفر وتعمل ايباب تراكرفر. ايه اللي هيحصل بقى في الايباب تراكرفر؟ بص معايا، مين فاكر الكلاسيك هيباتيك ريبيول اللي خدتوه في الاستراتيجي؟ ولا حد فاكر حاجه؟ الكلاسيك هيباتيك ريبيول ده سيادتك شكله هيكساجونال بهذا الشكل، تمام؟ وكان فيه في النص كده حاجه اسمها ايه؟ سنترال فين، وكان فيه دوائر كده اسمها ايه؟ ماتوسايت ماشيه من الايدج لغايه توصل لفين؟ للسنترال فين. وفي النص كان فيه حاجه اسمها ايه؟ دك والبين وكمان بايكاليبرا في البيت وارتي وكاليبرا. اشهر جوز يعمل هيباتيك زيروجوتس فايرال هيباتيتس. يبقى ايه؟ هيباتيتس 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 يعني في انفلاميشن في انفلاميشن. طب طالما في انفلاميشن هل الليفر هيؤدي وظيفته على كروت؟ ومن ضمن وظيفه الليفر كونجوجيشن، فهيقل الكونجوجيشن اوف البلوبين. قل الكونجوجيشن اوف البلوبين يبقى زاد مين؟ الان كونجوجيت بلوبين. مش في انفلاميشن الليفر ملتهب، طالما في انفلاميشن سيادتك يبقى وظائف الليفر قلت، ومن ضمن وظائف الليفر كونجوجيشن. مش عارف اعمل كونجوجيشن يبقى زاد مين؟ الان كونجوجيت بلوبين. كمان يقول لك عشان في انفلاميشن دايما اي حاجه انفلامت مورمه، اي حاجه انفلامت ايه مورمه؟ زي صبعك مش عارف فوق ورمه انفلامت ملتهب. فعشان الهيماتوسايت ملتهبه قال لك يحصل فيها انفلامت، يحصل فيها انفلامت، ولو يحصل فيها انفلامت هتعمل كومبريشن على الفايتال فلاكس. لو يحصل انفلامت الهيماتوسايت هتعمل ايه؟ كومبريشن على الفايتال فلاكس. فيحصل استنى هيحصل اصور اوف انترا هيباتيك اوبستراكشن. الله يعلمك انترا هيباتيك اوبستراكشن الاوبستراكشن جوه الليفر. اصل لو في اوبستراكشن في البندل ده هيكسر ايه؟ هيباتيك. لكن ده البايك اللي بيراي نفسها ده ايه؟ نتيجه كومبريشن للاوبستراكشن. فيحصل انترا هيباتيك اوبستراكشن. فقول لك ايه؟ شويه البلوبي اللي عملت لهم كونجوليشن مش عارف اعمل لهم سكريشن. البلول اللي عملت لهم كونجوليشن مش عارف اعمل لهم ايه؟ سكريشن. فكمان يزيد الكونجوجيت بلوبين. لو انت بتفهم بتريح، لو انت بتفهم بتريح. في فيروس، في انفلاميشن في الليفر، في انفلاميشن في الليفر، يبقى انا مش عارف اعمل وظائف الليفر. هيقل الكونجوجيشن فيزيد الان كونجوجيت بلوبين. كمان في سويلنج ريبروسايد بتعمل كومبريشن على الباين كاريكولاي، وبالتالي يحصل انترا هيباتيك اوبستراكشن. الكاريكولاي نفسها دي الاوبستراكشن بس من جوه الليفر اسمه انترا هيباتيك اوبستراكشن. وبالتالي شويه اللي عملت لهم كونجوجيشن مش عارف اعمل لهم ايه؟ سكريشن. فهيزيد الكونجوجيت بلوبين. عشان كده ده ميكسد ميكسد هايبر بيلوبين. زاد الكونجوجيت عشان مش عارف اعمل كونجوجيشن، وزاد الكونجوجيت عشان حصل انترا هيباتيك اوبستراكشن. طيب لو عايزين نتكلم عنه هنتكلم عنه برضو ثلاث عناوين: سيرم وستول ويورين. في السيرم يا جماعه مين زاد؟ كونجوجيت ولا ان كونجوجيت؟ الاثنين. يبقى زاد كونجوجيت
وكمان زاد الان كونجوجيتلو ده فريستول وافرح الاسترجو زاد ولا ايه؟ زايد ولا ايه؟ قليل برافو عليكم لان السكريشن قليل والكونجوجيشن نفسه قليل يبقى الاسترجو قليل ممكن يبقى ابسنت لو في كومبليت عشان كده الستول لونه فاتح كلي كالر ستول ده باليورو ده ماشي مع السيركو اليورو قليل فاليورو بايلوجي قليل مش عايزك تلخبط ما بين اليورو بايلوجي والبلورو اليورو بايلوجي حاجه والبلورو حاجه ثانيه فاذا اليورو بايلوجي قليل طب البلورو موجود ولا مش موجود؟ موجود في بيلروبين زياده لان في كونجوجيت بيلروبين زايد عشان كده لون اليورين ايه؟ دارك كلر او كولا كلر الله ده البيكتشر بتاع الهيباتوسيلر بالظبط زي ما بتسرس كلي كلر ستول ودارك كلر ديور الاثنين زي بعض بالظبط بس بيفرق كوز هنا قال لك فيه اوبستراكشن ده بيقول لك عنده فيروس ايه او فيروس سي وخلي بالك كمان في السيرم هنا هيزيد الاي ال تي والاي اس بي عارفين في الكيس بقى في الهيباتايتس يزيد ايه الدي او اس تي يقول لك كمان يزيد جاما جلوتامين ترانسبريت ده سبيسيفيك مش سبيسيفيك يبقى في الاوبستراكتيف بيزيد الكلاين فوسفونيز ده سبيسيفيك اهو وفي الهيباتوسيلر بيزيد الاي ال تي والاي اس تي سبيسيفيك اهو في الحالتين بلان سبيسيفيك بيزيد الجاما جلوتامين ترانسبريت المزاج يبقى يقول لي عيان عنده 50 سنه وعنده فيروس سي بيشتكي من جولدس والستول بتاعه كلي كلر واليورين بتاعه دارك كلر شخص هيباتوسيلر اللي زاد في ده او زاد اثنين كونجوجيت وان كونجوجيت الستول كومنت عليها الستول قليل وكلي كلر اليورين كومنت عليها لا يورو قليل ودارك كلر عشان في بلروبي فده اسمه كل يوري جولدس ايه اذر كوزز قول يا باشا لو في ليفر توكسيك ان كيس انت فاهم يبقى البيكتشر بتاع الاوبستراكتيف هي بتاعت السيرفر الفرق ايه؟ الفرق كوز اوبستراكتيف ستول باي دارك او كانسر ليفر فايروس هنا فايرال ليفرايتس او ليفر توكسيك الفرق في الانزيم اللي عامل في الاوبستراكتيف الكلاين فوسفاتيز ليفر بيزلر اي ال تي اي اس تي والاثنين زي معاهم جاما جلوتامايز ترانسفيرز حلو الكلام يقول لك دي تقسيمه كيميكال اللي خدناها دي خدنا تقسيمه كيميكال الى unconjugated hyperbilirubinemic وconjugated hyperbilirubinemic ومكسد conjugated and unconjugated hyperbilirubinemic والنبي اكتب عندك كده في اي حته طبعا في تقسيمات ثانيه للجولز في physiological classification حسب الكوز وهنشوفوا مين بقى واقع معايا في نوع من الجولدز بسميه بري هيباتيك ونوع بسميه هيباتيك ونوع بسميه بوست هيباتيك يبقى فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن في بري هيباتيك وفي هيباتيك وفي بوست هيباتيك مين يقول لي بري هيباتيك يعني ايه؟ زي مين بري هيباتيك؟ هيموليتيك طب الهيباتيك؟ هيباتوسيلر ده بالبوست هيباتيك سعليم اوبستراكتيف يبقى بري هيباتيك العيب قبل الليفر ده مين ده هيموليتيك هيباتيك العيب في الليفر ده هيباتوسيلر بوست هيباتيك العيب بعد الليفر ده اوبستراكتيف ودي اسمها فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن حسب الكوز في كمان كلينيكال كلاسيفيكيشن وده بقى في العلاج مفيش بقى الكلام ده خالص بقول ان في ثلاث انواع من الجولدس نوع اسمه هيموليتيك لو كوز هيموليسيس ونوع اسمه اوبستراكتيف لو ستون ونوع اسمه هيباتوسيلر لو فايروس يبقى في الكلينيكال هيموليتيك اوبستراكتيف وهيباتوسيلر لكن في الفيسيولوجيكال في هيباتيك وهيباتيك اوبستراكتيف احنا سايبين نوع لازم نختم بيه الحصه هو ال congenital conjugated hyperbilirubinemia عايزين بقى
congenital disease. تعمل conjugated hyperbilirubin. هما اتنين. طب انا خدت conjugated unconjugated. هما بيلر فشار وجلد. هنا بقى conjugated بس conjugated hyperbilirubin. conjugated conjugated hyperbilirubin. اتنين. اول واحد بسميه دومين جونسون سندروم. والتاني اسمه رودو. دومين جونسون سندروم ورودو سندروم. ده ازاي؟ انا قلت ديزيز ولا سندروم؟ هو ايه الفرق؟ انا مش عارف تفسير. في حاجات انا مش عارف لها تفسير. هو دومين جونسون سندروم ورودو سندروم. قال لك الاثنين ديفكت في السكريشن. وهنا كمان ديفكت في السكريشن. الاثنين مش عارف اعمل سكريشن. الترانسبورتر بتاع السكريشن ده بايظ. فمش عارف اعمل سكريشن. طب مش عارف اعمل سكريشن مين هيبقى كومبليت؟ الانكونجوجيت ولا الكونجوجيت؟ يبقى هنا هيزيد الكونجوجيت. وهنا برضه هيزيد الكونجوجيت في الروم. وهيحصل كونجوجيت هايبر بليروميديا. امال ايه الفرق؟ الدوبل جونز سندروم الكونجوجيت بالدوبل ده بيتحول الى ميلانين لايك بيجمنت. بيجمنت شبيه بميلانين. وبالتالي الليفر بتاعه هيبقى بلاك كلر. يعني اسود. الليفر يبقى بلاك يبقى اسود طب وفي عيان عنده دم يروح للدكتور يقول له الحق يا دكتور الليفر بتاعه بلاك. في عيان بيعمل كده؟ الدرجات يعني عنده الساينس عالية ولا مش فاهم؟ ما ده بعرفه ازاي؟ قال لك ديسكفرد اكسيدنتال. يعني الجراح واقف في اوضه العمليات وبيعمل يعني ريموفال للمراره ريموفال للابندكس. وبالتالي اول ما فتح كده بص اتخض لا اللي بقى بلاك المريض قال له اتخض مش دوب الجورج وتنكروا معايا مش مشكله عامل زي المريض ف ده ديسكفرد اكسيدنتال بالصدفه كده وانا بفتح لقيت ايه اللي بجلاك اعرف ان ده دوبل جونسون سندروم. طيب رودر سندروم هو ديفكتيف سيكريشن وهو بيزيد الكونجوجيت روبين ويحصل كونجوجيت هايبر بيلي روبينيا ولكن ويز نورمال ليفر هيستولوجي. يعني الهيستولوجي اوف الليفر هو مفيش ميلانين لايك بيجمنت. حد يسالني طب ليه هنا اتحول لميلانين لايك بيجمنت ولينا ما تحولش لملايين لايك بيجمنت؟ اقول له ما اعرفش وعشان كده اسمها سندروم ما حدش عارف ليه. فيقول لك انيوميريت او منشن تو ديزيز بيعملوا كونجوجيتد هايبر بيليروبينيا هقول دوبل جونسون سندروم ورودر سندروم. الفرق ان الدوبل جونسون الليفر كلاك في رودر الليفر ليه نورمال هيستولوجي. نكتفي بهذا الخط عشان تلحق بكرة الساعة 7 إن شاء الله يا جماعة هنطلب بيورينز وبايوبيدينز بكرة 7 7